هنا عندنا سؤال، شنو اسماء المسلسلات او الافلام باللغه الانجليزيه اتابعها حتى اتعلم لغه انجليزيه؟ طبعا هذا الشيء مو صحيح، اللغه الانجليزيه ما تقدر تتعلمها من الافلام، الافلام والمسلسلات تقوي لغتك الانجليزيه. يعني اذا انت ضعيف باللغه الانجليزيه احتمال بالاستماع او احتمال بالنطق بشكل معين، ضعيف بجانب معين، اوكي تابع الافلام حتى تتعلم. بس اذا انت اصلا ضعيف يعني باللغه الانجليزيه كلها، يعني ما عندك اساس ولا تعرف اي شيء، تابع ما بيها فائده، بس مجرد تسمع يعني ماكو اي فائده. فالافضل انه تدرس الاساسيات ثم تتابع الافلام. شنو الاساسيات اللي ممكن تدرسها واللي ممكن تقوي لغتك الانجليزيه؟ طبعا اولا تحفظ الجمل. اول شغله لازم تجي تحفظ جمل، ايش قد ما تقدر احفظ جمل بكثره. حفظ الجمل الهوايه راح يخليك تفهم الجمل، راح يخليك تفهم الافلام. فحاول كبدايه تحفظ الجمل، تحفظ قصص قصيره. بعدها ورا ما تحس ان انت صار عندك معاني كثيره، صار عندك جمل كثيره، يعني بديت تفهم بعض الامور باللغه الانجليزيه، بعدها روح تابع الافلام.